نتمنوا لنا التوفيق. ديش بيستون جي هنا؟ لا لا ما كاينش بيستون. لو كان دير بيستون تتربحي صراحه. تري بيان انت مغاسيغ. اول صوره ماناش حين نستعملوهم. دونك انا نشوفوا صوره تاع اللحم احمر تاع العدس وتاع السلق. اه وسؤال؟ السؤال يقول وشنو هو الغذاء اللي فيه اكبر كميه حديد بين هاد الثلاثه؟ العدس باين. دقيقه نبداو بالواحد باش احنا اعطيني الترتيب تاعك من اللي عنده كميه اكبر حتى اللي ما فيهش. على بالي غير العدس اللي فيه لانه ملي كنت صغير يقولوا لي كل فيه الحديد. هذا العدس. ومن بعد شيجي موراه؟ ما السلق ولا اللحم؟ نقول السلق مرتبه الثانيه، اللحم مرتبه الثالثه. زهره انا نقول السلق واللحم والعدس. داكوغ داكوغ. صلاح الدين هكذا وزهره هكذا. صالح العدس هو اللي فيه بزاف تقولوا لنا ملي كنا صغار. وهذا داخل في على بها حبيت نهضر عليها خاطر كاين بزاف عندنا افكار شائعه ومعتقدات شائعه كبرنا بهم لكن دوكا بفضل العلم كاين رانا نصحوا هذه الافكار الخاطئه. اوكي. الوغ حنا خاصه عند الناس اللي عندهم لانيمي ولا فقر الدم نقول لهم كلوا العدس ولا كلوا السلق ولا ما نسمعوش بزاف كل اللحم لكن دوكا مع الوقت عرفنا وعلى بالنا باللي اللحم هو خاصه اللحم الاحمر دونك لا فيوند روج هو اللي فيه اكبر كميه تاع الحديد. أيوة. وكميه تاع الحديد اللي فيه راهي رايحه الجسم تاعنا يمتصها بطريقه كبيره يعني قابليه الامتصاص تاع الحديد اللي كاين في اللحم كبيره. أيوة. يعني مثلا نقدر نقول لك مثال في اللحم الاحمر انا حين زعما يكون 5 غرام تاع حديد الجسم تاعنا يقدر يمتص حتى 4 غرام هذا مثال فقط لكن بعكس العدس ولا السلق عفوا وين صح فيهم كميه تاع حديد لكن كميه ولا قابليه الامتصاص تاعهم كما نقولوا حنا لا بيو ديسپونيبيليتي تاعهم ناقصه دونك كاين فرق بين الحديد اللي نلقاوه في المواد الحيوانيه والحديد اللي نلقاوه في المواد النباتيه. العدس مثلا صحيح فيه كميه تاع حديد دونك انا فهمنا باللي في المرتبه الاولى كاين اللحم اللي مفيد بزاف ويعاوننا والحديد تاعو يعني لا كاليتي تاع الحديد مليحه ورانا رايحين نمتصوها موراه يجي العدس خاطر العدس نعم فيه كمية تاع الحديد رغم انها نباتيه وما تمتصش بطريقه مليحه بزاف لكن كاين حديد. أيوة. وفي اخر مرتبه كاين السلق وين هذه فكره شائعه مع شفنا كامل بوباي هذاك رسوم متحركه ياكل السبانخ حتى يولي ياكل السبانخ وهي ما كانش منها على خاطر هو يعني في التاريخ هو راجع الخطا قاموا به كانوا يكتبوا كي كتبوا كميه الحديد اللي كاينه في السلق هو كتبوا 23 غرام ولا 23 وهما غلطوا هي 2.3 نساو الفاصله وبهذا كاين هذه الفكره وين السلق فيه بزاف الحديد وهو ما فيهش كميه كبيره كما مولفين نهضروا.